اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وكل عام وحضراتكم بخير. ايام العيد بيكون عندنا حلويات الخروف. حلويات الخروف يعني كبد، كلاوي، حاجات الجميله الحلوه اللي الواحد بيستنى من العيد للعيد علشان يستمتع بيها. عندنا بقى اللسان بتاع الخروف ده، او لسان الكندوز، او لسان العجل، ايا كان. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل مع بعض كلاوي مع الرز، رز بالكلاوي والمكسرات على طريقة الخاصة اللي هتعجب حضراتكم. أنا بحب المكسرات وكل حاجة، بس لما أكون باكل رز وكلاوي ولا حباية الفول السوداني ولا حباية اللوز لسه بصحتها وعافيتها هتكسر لي أسناني. فنشوفوا نعمل مع بعض إزاي رز بالكلاوي والمكسرات. معانا اللسان الجميل، هنعمله طاجن بالفريك، والفريك بيحب الشريك، مش عند الحمام وبس. شوف اللسان هنا يا فاروق، اللسان ياما اللسان ده عمل حاجات أهو. لسان في قلب البوكيه جرنيه بيستوي، ده طبعا ياخد وقت كبير، فاحنا بنسلقه كده وبندلعه مع بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والتوابل علشان يبقى عندنا حته لسان جميله جدا. بص عليه كده، بصه ده استوى واتهرى. ايه ده؟ ده طبعا الجزار الراجل الطيب وصيته، قلت له يقشره لي، وانا بسلقه دلوقتي مع فص مستكه وبصل وجزر وكرفس وشوية الشوربة. دول أنا مهتم بيهم لأن هنعمل بيهم الرز بالكلاوي، وهنعمل بيهم بقى المفاجأة، الصعيد الجميل والريف المصري الجميل الحلو اللي بنعيد عليه، الملوخية الناشفة، الشلولو، هنعمله بشوربة لسان الخروف أو لسان العجل. موجود معانا الشلولو اهوت، هنشوف نعمله مع بعض إزاي بالشوربة بتاعته. أهم حاجة أنك أنت المستكة والحبان في قلب الشوربة هيديك شوية شوربة حلوين، والملوخية تاخد الطشة وتبقى لطيفة وجميلة. مش عايز أكتر على حضراتكم لأن طبعا إحنا في أيام العيد وبنعايد على بعض، وكمان ما تقفيش في المطبخ كتير لأن معاك شيف شاطر هيقدر يخليك تقفي ساعة زمن في المطبخ اللي هو وقت البرنامج بتاعنا، هتعملي أحلى غدا. وأيام العيد بقى مفاجآت وصلة رحم وجبران خاطر وبنعايد على بعضينا، إيه المشكلة لما ناكلهم النهاردة من أكل الشيف المغازي؟ هنطلع فاصل صغير؟ اطرحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشوية رز بالكلاوي مش حدش هياكلهم يعني غير من إيدك أنت وبس للأمانة، لأن أنا بحب الكلاوي. هتقولي ايه الفرق بين الكبد والكلاوي؟ لا، في فرق كبير. الكلاوي عامله فص كده لطيف، هي كتل دمويه بس غير الكبده. الكبده بتستوي بسرعه، الكلاوي بتاخد وقت كتير في السوى. الكلاوي فرصه ان احنا نمسكها ونقطعها مكعبات. شفت الكلاوي دي كده؟ بص عليها، بص على الكلاوي، الله جايه. بصي اهي لسه مدبوحه بدمها، لسه سخنه اهي زي الفل، لان احنا طبعا في ناس بتذبح تاني يوم وتالت يوم وبتذبح قبل العيد بيوم، الكلاوي جاهزه اهي زي الفل. تعالوا نقطعها مع بعض فصوص، بس على ما نقطعها فصوص نحضر لها الايه؟ الكوشه بتاعتها. طاسه على النار، الطاسه دي فيها ايه يا عم الشيف؟ معلقتين من الزيت. حلو؟ لان عايز اعمل شويه كلاوي حكايه اهو. وهنحط مع الزيت ده معلقه سمنه صغيره، ومعايا البصل الاحمر الحلو الجميل ده كده اهو. الله، بس معايا يا عم الشيف عود قرفة، الله، في قلب الزيت ده كده، وفص مستكة وفصين من القرنفل، وعود رزماري حلو زي الفل في قلب الزيت. هو ده هو ده. معانا بصلاية حلوة، تمام. اللهم صل على النبي. هنعمل ايه يا عم الشيف بقى؟ بعد كده هنمسك الكلاوي دي نقطعها فص فص. انا احب الفصوص كده تبان شخصيتها، والبصلية بتتحمر كده زي الفل، تتكرمل، بصلية تتكرمل اهي. اديها وقتها لان البصلية دي هتطلع جمال الكلاوي وحلاوة الكلاوي اهو. غير الكبدة بقى، الكبدة بتحب تومة ناعمة، معلقة خل، شوية كمون، ارض فلفل حار، وكلها مع بعض يعني. والمقادير على الشاشة، كيلو وياية حلوة كده. معانا بصل، معانا توم، معانا شويه مكسرات من الزبيب والفول السوداني واللوز، معانا زبده، معانا البهارات بتاعتنا، والرز المصري بتاعنا الجميل. حلو الكلام. بصله دي اخدها كده حلوه عجباني، احطها هنا. البصل الاحمر ده انا بحبه على فكره، بيبقى شكله حلو في قلب الاكله، وبيديني فليفر حلو، ولون الشوربه بتاعته بيدي الحمار. يا سلام لو شلت بس القشره بس كده وخدت حمار البصلايه ده كده زي ما انا شغال كده. حلو، تسيبهم كده على النار
تحطش التوم دلوقتي، لان لو حطيت التوم دلوقتي هيتحرق بوظك الدنيا دي كلها. ناخد الكلاوي دي يا عم الشيف، نعمل فيها بقى سكينه حاميه، خلي بالك عشان ما نهريش الكلوه. فين المسن؟ المسن ده بنشوفه مع الدبيح. ولازم بقى طبعا عندك الاسياخ عايزه تشوي، فالاسياخ مركونه عندك بتاعه الشوي، يا ريت تطلعيها بقى وتمسحيها كده بشويه زيت وتلمعاها كويس، ده يفضل طبعا تتغسل بالصابون، ما تطلعهاش وتشك فيها اللحمه على طول، لازم تحضريها للمشوي. شفت الكيلو انا بقطع الفصوص دي كده اهو بالشكل ده كده فص فص. ممكن نقطع الفص برضو يعني، بس انا حابب الكلاوي تبقى الكل فص بفصه كده. اللي نقطعه نحطه مع البصله. الله اهو. شوف الطريقه اللي انا هشتغل بيها دلوقتي، رز بالكلاوي مفيش كبد. والله عندي الكبد اهلا وسهلا، بس الكبده انا اكلناها امبارح للامانه فطرنا بيها. ادي كلاوي الله اهو. الفص الكبير ممكن تقطعيه على نصين عشان يبقى مناب. حلو. ناخد دول كده مع بعض. يلا 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 كلاوي اهو. الله. ونقلب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ والله برب بركه بركه، اكله امي دي بركه اهو. شفت الكلاوي قد ايه؟ ملت الحله زي ما هي كده. كلها نعملها نحط شويه بهارات عليها ونسيب الكلاوي دي تستوي. شوف بس ده الشيف هيعمل ايه في شويه الايه الكلاوي دول. فلفل اسود طبعا ده اساسي، فلفل اسود ومجروش كمان عشان يدي فليفر وطعم حلو قوي. تمام. هناخد الملح بتاعنا. حلو. والله ممكن نحط شويه بابريكا للامانه كده، وشويه كزبره ناشفه، مش كمون، كزبره ناشفه كده. حلو. ونقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف. الله. تبدا الكلاوي تشرب الايه البهارات الجميله والطعم زي ما انا شغال كده. نوسع كده. شوف بقى التركايه دي، بقى التركايه دي ما تقوليش لحد، ها للجيران بس حبايبي. قولوا لهم انا كنت بفتح التلفزيون النهارده على القناه الاولى وشفت الشيف المغازي عمل تركايه جامده قوي. ده مكعب زبده يا امي، اسيبه هنا كده. الله. واهدى عليه شويه. اخبار الشوربه دي ايه؟ شوربه توصي بيها. حلوه قوي. خدها جنب الحله كده سخنه سخنه. الزبده اخبار ايه؟ الزبده اهي اهي. شوف شوف هيعمل فيها ايه الزبده دي. زي ما هي كده الزبده. اللهم صل على النبي. واحط فص توم عليها على الزبد. شوف التوم الحلوين دول كده. الكلاوة عندي جاهزة اللي كده، ونسيبها شوية مع الزبدة. أنا عايز الزبدة التومة تشرب الزبدة وحمار الزبدة. الشرب دي أنا أخدها زي ما هي كده. ونسيب الكلاوة دي تستوي لغاية لما الشوربة دي تنشف. ما تستعجلش عليها، تنشف والكلاوة تتحمر مكان النشوفية اهي. ده مهم جدا على فكرة عشان تاخدي كلاوي زي الفل. سيبهم على النار كده زي ما انا شغال. واغطي الحلة واسيبها خالص. دي خطوة أولى. نقول احنا عملنا ايه؟ مشاكلنا مع الكلاوي ما بتستويش يا شيف. مشاكلنا مع الكلاوي غير الكبدة، بنيجي ناكلها بنلاقيها لسه فيها المضغة اللي هي مش مستوية، بما فيها حتة دهنة نتيجة ان هي تتماسك في بعضيها. الشيف عمل ايه؟ جاب الطاسه حط فيها البصل، حط فيها عود روزماري حلو وعود قرفه، وظبطت البصلايه بالطعم. خدت الفصوص بتاعت الكلاوي قطعتها وحطيتها على البصله وقلبت. استنيت لما الكلاوي خدت لون، نزلت معلقه زبده وشويه توم. ليه زبده مع توم؟ التومه لما تتحمر في الزبده هتتحمر بسرعه، فانا عايز الطعم بتاع التومه يبقى في قلب الزبده. حلو الكلام. وبعدين حطيت شويه شوربه من شوربه اللسان على على الكلاوي واسيبهم على النار واغطيها وانساها شوية. حلو الكلام. الرز عندنا جاهز، لنا موقف معاه. هنخش على الأكلة التانية لأن عندنا شغل كتير النهاردة. هنعمل إزاي طاجن الفريك باللسان أو طاجن اللسان بالفريك. المقادير على الشاشة،
الفريك هو سيد الموقف. كلنا عارفين الفريك منتج من القمح او السنبله الخضراء قبل ما تستوي، ده موجود في الريف المصري والصعيد المصري، اهو بيتاخد هدايا من عندنا من هنا بين هادي بين الناس الحبايب، اهو حب سنبله القمح وهي خضراء، ده الفريك عشان نبقوا فاهمين المصطلح صح. اما البرغل الناعم والخشن بعد القمح ما يستوي، المرحله الثانيه من سوى القمح والقمح الصلبي كمان. حلو الكلام، اهو ده الفريك جاهز. عشان تاخد فريك حلو تعمليه مع حمام تعمليه مع فراخ، لازم الفريك يتغسل مرة واثنين وتلاتة ونصفيه من المية كويس، وبعدين نحط عليه معلقة قرفة صغيرة ونسيبه على جنب، اهو ده الفريك عشان الشماخة بتاعته لأنه بيتخزن، اهو ونسيبه. هتلاقي شفت الحبة عاملة ازاي؟ عاملة زي حباية الترمس، اهو شفت كبيرة ازاي؟ واو بصي، اهو الفريك جاهز يتاكل ني، جاهز زي الفل، مش هياخد وقت كبير. عندنا اللسان بتاعنا في قلب النار، بص عليه كده، اهو الله هو ده. طيب تعالوا نحضر بقى لموضوع اللسان. طاسة على النار وانا شغال مع بعض كده، عايز اعمل شويه فريك حكايه. ناخد بصلايه ناعمه، البصلايه دي احمرها في معلقه زبده مش في زيت ولا سمنه، اهو شفتي دي كفايه، واستنى على الزبده اهو، وانزل بالبصل ده كده، روح الفريك سمنه وزبده، ما تجيبيش زيت جنبه، الفريك روحه زبده وسمنه. شفت البصلية دورتها ازاي في قلب الزبده، ما استنيش على الزبده لما تسيح زي ما انا شغال كده. حلو الكلام، ما هو المطبخ ده رؤيه وفن، لازم تبقى عارفه انت بتعملي ايه. وادي التوم لغايه كده احنا زي الفل يا عم الشيف، تسلم ايدك يا عم الشيف. وهم بتشوحها على النار بننزل بالباشا بتاعنا ده كده، الفريك يشرب الزبده مع البصلايه مع التومه، حلوه. هرم من الفريك، هرم البهارات بتاعتي على الفريك، شويه بابريكا، بحب الكركم، شوية كزبرة مع كمون، ده على الفريك، شوية الملح التمام، فلفل الأسود التمام، ونقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف. زبدة مع بصلة مع تومة مفيش سمنة ليه؟ ممكن السمنة بس أنا حابب الزبدة مع الفريك. أنا هوريك حاجة دلوقتي مخرجنا الجميل بجد تستحق الإبداع. شفت الكلاوي؟ شفت فصوص الكلاوي بتعمل ايه في الشوربه بتاعت اللسان؟ سيبها كده، زي ما انا شغال كده، واقلب الفريك مع البهارات دي كده، وانا شغال، واستنى عليها شويه، ده الفريك. قال لك ما يحب الشريك، قال ده انا هدخلك مع لسان دلوقتي حكايه، شفت ازاي هيتغير طعمه ازاي؟ هو ده. ناخد شوية شوربة حلوين من هنا، نسمه شوربة عم الفريك، الله كمان شوية شوربة، الله ده الفريك، بقى طعم اللسانة كمان شوية شوربة، الله خلي شوربة للملوخية يا شيف. حاضر يا فندم، ده الفريك، ونسيبه على النار، الله شوية فريك حكاية. أنا بصراحة لا عايز لسان ولا عايز كروس ولا عايز أي حاجة، هو ده كفايه عليه، يستوي واكله كده زي الفل للامانه. الشوربه غيرت من طعم الفريك، هسيبه كده على النار اغطيه. ده الفريك خلصنا منه. تعال نشوف الكلاوي اخبارها ايه. بص على الكلاوي، بص على الكلاوي، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كلاوي. هنعمل ايه يا عم الشيب بقى دلوقتي حالا؟ واحده واحده مع بعض كده، هناخد الكلاوي دي. ناخد الكلاوي دي، ناخدها على فين؟ نجري بيها؟ لا لسه، هنصفي الكلاوي دي من قلب الايه؟ الحاجات الحلوه دي كده، سيب البهريز اللي عايزينه، دي الكلاوي، تطلع بالبصل بالروزماري، دي الكلاوي، هنعمل قالب كلاوي دلوقتي حكايه، لوحه فنيه، اصبري عليا بس كده، والريموت كنترول اللي في ايدك ده الدنيا عيد، خديه بعديه في اي حته خالص دلوقتي. ما
مكان تحمير الكلاوي. هلا الرز بتاعنا. انزل يا عم الرز، شفت الحلاوه؟ اه هو ده. اللهم صل على النبي. ونقلب شويه رز حكايه. بس طبعا انت عرفت بقى ايه بقيه الحدوته. ها شفت الرز؟ بقيه الحدوته على ايدي اليمين على بعد 2 سم في لوكيشن لشوربه جامده جدا. هتخش دلوقتي على الرز ده. اهو ده اهو. شفت شوط الرز؟ الله اكبر. ده المطبخ بدعه. شفت حاجه سهله كده ونقعد في المطبخ غلبه كتير ليه؟ شوط الرز خلاص دورتهم مكان تحمير الكلاوي زي الفل. الشوربه فين يا عم الشيف؟ اهي. الله. وخلص كمان الرز. لسه ما خلصناش. عيني حاضر. نسيب الرز ده كده بقى يعيش مع الشوربه. نبوش احنا عملنا ايه في السيجمنت الاولاني كده في الجزء الاول؟ الفريك على النار بيشرب شوربه لسان. عندنا اللسان بتاعنا مستوى، هنعرفه على الفريك دلوقتي. شويه الكلاوي بقى لهم قصه ثانيه ولهم حكايه. انا عايز اعمل لوحه فنيه من الكلاوي مع الرز مع المكسرات. اوعوا تروحوا بعيد. كل عام وحضراتكم بخير بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. شويه الرز شربوا شوربه اللسان. طبعا شوربه اللسان دي تعملي عليها ملوخيه، تعملي عليها شوربه زي ما انت عايزه. شويه الرز تمام زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ حلو قوي. الرز بدا تشرب ميته. كل اللي انا هعمله هنزل بالكلاوي على وش الرز. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ زي ما هو زي ما انا شغال كده. عايزك تعملي نفس اللي بعمله ده كده. الرز ميته تنشف قلبتيه مره اتنين تلاته اهو. وننزل بيه يا عم الشيف كده. لسه ما خلصتش. عندي شويه زبيب. انزله هنا. بجد يا شيف؟ يعني مش هتحمر الزبيب كده في سمنه وزي ما اشوف امي بتعمل؟ لا 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 لا. حماتك عندك الست عايزه تاكل. وارد يعني إيه، كلنا لما بنيجي عند سن معين السنان. حط المكسرات كده شغل البرياني، وسيب الفول السوداني ده يبقى طاري وني مع الزبيب. واللوز يا مزاج اللوز. وهنغطي الحله دي كده وعلى نار هاديه. انسيها بقى شويه. خدها من قدامي عشان مش كل شويه دي ما تتقلبش. من فضلك دي ما تتقلبش زي ما هي كده، عشان موضوع الغرف فيه فن شويه. لوحه فنيه. هنعمل ايه؟ هنشرح نظري بس عشان نشوقكم. اللي وراه مشوار يعني يرجع لنا تاني. الزبيب مع المكسرات مع فصوص الكلاوي هنحطها على جنب، وناخد الرز بتاعنا ونغرفه، ونبدا نحط الزبيب مع المكسرات مع الكلاوي تحت في ارضيه القالب، ونغرف القالب ده ونتفرج عليه دلوقتي ونشوف ازاي نقدمه مع صحن بطيخ مع عصير زي ما احنا حابين. دي الحله. وناخدها على نار هاديه ونجيب عم الفريك هنا. عشان لسه نكمل حدودتنا. بس نهدي النار هنا. لسه ده وقت فينا زي الفل تمام. تعالوا نشوف ايه موضوع الفريك. هو ده. الله الله على الحلاوه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ الفريك استوى. انا شخصيا اكل الفريك كده بس، مش عايز اي حاجه تانيه خالص. حلو قوي. اللسان اخباره ايه؟ ناخد اللسان بتاعنا ده كده. تعالى يا عم اللسان. استوى. هوريك ان هو استوى ولا ما استواش دلوقتي. نحطه على البلانشه كده. شفت اللسان؟ الله. شفت السكينه نازله ازاي؟ والله انا مش دايس على السكينه، هي بتقطع لوحدها. الله. والله يعني عشان احنا بس هوا وعشان احنا بنعمل حلقه حلوه. لو انا هاكل اللسان ده شويه فلفل اسود وشويه ملح والامانه وعليهم سنه كمون صغيره واحطهم في طبق جنبي، واللسان ده في خمس دقايق كان زمانه خلص. صح يا مصري؟ والله. بس وخلاص. ايه موضوع الفريك بقى واللي انت فيه ده عم الشيف؟ حته لسان وشكرا مع طبق سلطه خضراء وتعشت. تسلم ايدك يا شيف والله. ولسان تحس اللسان كده يعني ايه، واخد بالك؟ مستوي ايه؟ حته زبده حمروه في حته زبده مع رشه فلفل اسود وملح. برضه طريقه تانيه تعمليه سندوتشات فاهيته لاولادك. نفس الطريقه دي، تجيبي فلفله كده مع بصلايه حلوه تشوحيهم على النار
تجيب العيش اللي بتاع السوريين ده اللي هو خبز الشراك او العيش الشامي الصاج اسمه شراك، ما بسموه شراك في الاردن، خدت بالك؟ وتجيبيه وتحط اللبنه وتحط الكريمه الحامضة وتعملي سندوتشات الفاهيتا باللسان مع الفليفله الملونه. انا بديك افكار عشان مش لازم تعملي اللسان بالفريك زي الشيف ما بيعمل، انت اعملي افكار تانية خالص. ده اللسان جاهز وعندنا الفريك جاهز اهو. كل اللي انا هعمله دلوقتي هجيب طاجن هندخله الفرن واحنا مع بعض. ادي الطاجن، اخد شويه فريك حلوين من دول. حلو اه الله اه، واخد عليه شويه شوربه حلوين من دول. لا الرز ما يتقلبش خالص يا مخرجنا يا جميل، انا خلاص مهدي النار عليه وسايبه اه. وناخد عم اللسان الحلو ده كده الشويه اللي فيهم دولهم كده اه. الله اللهم صل على النبي. حلو ايه ده شفتها اهو. تعالي بقى شوفي بقى، احنا طبعا مع بعض من بعد رمضان بنشوف حاجات مختلفة، بس انتوا عارفين ان احنا طبعا في العيد الكبير لنا مفاجآت دايما على شاشة القناة الأولى مختلف، ما كلفتكيش حاجة. أول يوم العيد شفنا مع بعض عملنا الفتة وعملنا صينية رقاق مصر كلها بتتكلم عنها والوطن العربي بطريقة مختلفة، حبة البركة مع البيض مع الحليب تركاية كده، حلو الكلام. وطبعا عدل السفرة السلطة الخضراء والبطيخ، موضوع مش مكلف خالص بس الموضوع جديد. حلو ده المختلف عندنا، وده اللسان الله تسلم ايدك وادي اللسان بطريقة جديدة انتوا مش متعودين تاكلوه دايما. انا بصراحة يعني لو جينا للحقيقة انا بحبه كده نفس الطريقة اهو، بحبه مش بعرفريك، لا انا عامله بطريقة كده عشان احنا عملناه كذا مرة اهو. ادي اللسان، كل القصة دلوقتي اعمل حاجة جارنش له كده وادخل الطاجن ده الفرن. مينفعش ده لازم ياخد حقه، لسان هنا لازم ياخد حقه. كل القصة هاخد القرن ده كده والقرن ده كده، حلو الكلام، وشوية الروزماري دول كده، واعمل تركية حلوة كده بما ان احنا ايه لازم نعمل طاجن حلو واحنا شغالين. فرن ايه اخباره؟ درجه حرارته 180 ضربت معلم. عندك اعتراض؟ ادي الفلفل الابيض ده مش بحبه، وناخد الفلفل الاحمر ده كده. الاولاد بيحبوا الحاجات دي على فكره، طبعا انت عايز المضمون لسانه خلاص. لا الاولاد لما يلاقوا الطاجن ده متجرنش وفي برزنتيشن وفي الوان وفي حاجات حلوه بيحبوا الحاجات دي كده ده القرن فلفل حار. بسم الله الرحمن الرحيم نفس القصه، هناخد الفليفله الملونه دي مع بعضيها كلفناش حاجه الموضوع خالص، معهم الروزماري الحلو ده كده قلبهم كده مع بعض. ركزي بس كده عشان الموضوع حلو، فص توم حلو كده، شوية بقدونس حلوين كده اهو. حلو، ونمسك الخضرة دي نحطها كده هنا. الله عليك يا عم الشيف، هيخش النار دلوقتي، ربنا يكفينا شر النار. طاجن تحفة، لوحة. درجة حرارة الفرن كام؟ 180. يخش كده؟ طبعا لا. هزر؟ فعش. عندي الشوربة بتاعت لسان العصفور. بسم الله الرحمن الرحيم. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، بص على الشقاوة. تاني، اسقيه. اسقيه محبة. الفريك لسه ياخد، خلي بالك. الفريك لسه ياخد. درجة حرارة الفرن عندي 180 كله مع بعضه كده، ألف أنا وشفا. درجة حرارة الفرن عندي 180، يلا مع السلامة. طويل بص له كده على فين؟ على فين يا غالي؟ لسان العب. يلا
نقفل الفرن. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه ده؟ خبره مصريه في قلب الفرن. تعالوا مع بعض نشوف ايه حكايه الرز العبوه ده. اخبار الرز بتاعنا، لقيته نشفت باللي فيه بكله. طلعوني فاصل ولا نكمل يا شباب؟ زي ما انتوا حابين. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اللوحه الفنيه مع الزبيب مع اللوز مع الفول السوداني مع شويه رز بالخلطه واخدين طعم القرفه مع فصوص الكلاوي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ خلينا فاصل صغير وبعد الفاصل هنرجع مع الشلولو بشوربه اللسان المره دي. اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للوحه فنيه برز بالكلاوي في شويه مكسرات. وقلنا مع بعض في طريقه جديده لعمل المكسرات، اذا كان فول سوداني اذا كان لوز عين جمل بندق، ربنا يزيدك يا حاجه. ده كله يتحط على وش الرز عشان البخار يبقى طري، يقوم كبار السن ياكلوا منه والاطفال كمان ياكلوا منه وجوزك كمان ياكل منه. تعالوا مع بعض نرسم لوحه فنيه من الرز بتاعنا. هنجيب القالب ده كده، القالب ده بنعمل فيه حلويات كريم كراميل كيكه تورتايه زي ما انت، ده بتتباع في اي محل، في منه المدور وفي منه الشكل المستطيل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنعمل اول حاجه ناخد شويه المكسرات مع الكلاوي. شفت انا بشتغل اهو، دي مكسرات مع الكلاوي في الارضيه كده اهو. الجو ده حلو على فكره، شفت اهو. اللي انا بعمله ده حضرتك ممكن تعمليه في البيت عادي خالص. والم المكسرات كده اهو، اخد الروزماري ده خلاص مش عايزه، شويه الزبيب، انا بعشق الزبيب اللي مع الرز. الشغل بتاع البرياني والمند. واحط كده الكلاوي في ارضيه الفرن. طيب عايز برزنتيشن انا عشان هنقلب انا ده كده، قرن فلفل زي ده كده، حلو قرن فلفل ده كده بما ان فيها كلاوي. مخرجنا بيحب الصوره الحلوه، ده الطبيعي، ما وراش حاجه. عايزين نعمل سفره لان احنا في العيد بنعيد على بعضينا، وفجاه بنلاقي الباب بيخبط. احنا فينا عادات الحمد لله العيد ثلاث ايام، تلاقي الباب بيخبط. ايه مين؟ مامي بتسلم عليكم وبعت اللحمه دي. مين؟ بابي بيسلم عليكم وبعت اللحمه دي. يا رب يدومها الايام الحلوه دي يا رب. كلنا بناكل لحمه وكلنا هنلاقي لحمه عندنا تكفينا يوم واثنين وثلاثه واربعه، ولكن نصيحتي بلاش تخزين اللحمه بكميات. اللي هتخزنيها خلي اجبري خاطر حد بيها، وان شاء الله ربنا هيرزقنا بغيرها تاني، خلي بالك. حلو الكلام؟ كل القصه هاخد الفلفل ده كده. حلو؟ ونعمل ايه يا عم الشيف؟ نحط دي هنا كده، عشان ده لما نقلبه هنشوف اللوحه فنيه. نحب احنا الاشكال دي كده. وناخد الرز بتاعنا المستوي نشيله كده هنا. الله، شويه رز حكايه. هو ده هو ده، نسقطه كده هنا. ونوزع كده. ممكن تعملي حاجه حلوه، تحط الكلاوي في قلب الرز برضه. كل ده نعم. لا في الفرن انا امان والله، امان. انت ابن حلال والله، لسه بدري. ده انا هوريك دلوقتي شويه لسان عصفور حكايه، قصدي لسان مع فريك. بص على الحلاوه بالله عليك. حاضر، انا هطلعه، هو يستاهل ان هو يطلع للامانه. انا عارف انك انت عايز تشوف الصوره الحلوه. حاضر، ده مكانه هنا، مكانه هنا. مخرجنا فكرني باللي هو تقريبا بيحب اللسان. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ بص على الحلاوة بالله عليك. ايه الحلاوة دي؟ يلا، لوحة فنية، لوحة لسان. مد ايدك كده وسمي بسم الله. حلو؟ هنعمل شوية ملوخية دلوقتي جامدين. ده الرز، الكلاوي برضو، سفرة مختلفة. يعني يمكن احنا عملنا الطبق ده قبل كده،
كل مرة هنعمله بشكل مختلف وبطعم مختلف، عشان لما بقول تفاصيل صغيرة ولكن بطعم كبير وشكل جديد. تعال نقلبه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما احنا شغالين كده قلب صلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده هو ده، شيل ده كده. اللهم صل على النبي. استاهل اتصور جنبه؟ اه. رز بالكبد والكلاوي. الف انا وشفا. اعملي لاولادك كده السفره الحلوه دي كده، مش مكلفه ولا حاجه. الجو ده حلو. انا شخصيا ببقى قاعد اتفرج على القناه الاولى واجيب الزبيبده ازقزه زي المكسرات كده. اه، وده عنب في الاخر. حلو. اه، وخلص الرز بتاعنا. تعال شوف نعمل الملوخيه مع بعض ازاي. الشلولو. طيب، طاسه على النار او حل على النار، الشوربه بتاعتنا جاهزه، هنصفيها هنا ناخدها. شوف مقادير الملوخيه بشوربة اللسان، مقاديرها على الشاشة. ملوخية بشوربة اللسان والمقادير على الشاشة، بسيطة وسهلة. ملوخية ناشفة معانا شوربة اللسان على النار، فيها بوكيه جرنيه، وعملنا بيها الفريك وعملنا بيها اللسان، خدنا منه شوية. حلو الكلام؟ اه. عشان بس بوريك ازاي تعملوا سفرة بأقل تكلفة ممكنة، وهي دي هدفنا في أكلة أمي، البركة. بركة يعني تخلي التكلفة قليلة والسفرة مختلفة. اه، ده تحفة فنية، صوريه بس كده. وعندنا طبعا اللسان مع الفريك، ملوخية على الشاشة، ملوخية ناشفة، المكسرات دي مالناش دعوة بيها، ومعانا الشوربة ومعانا التوم الأساسي والكزبرة الناشفة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. حلو قوي. أول حاجة هاخد الشوربة اللي جاهزة عندي دي كده، مش عايز بقى إيه لا حاجة من الحاجات دي ولا حاجة. آه. الله. اه، شويه شوربه متوصى عليهم. وعايزك تعملي ملوخيه على قد الاسره، يعني الملوخيه دي من الحاجات ما تعملهاش وتسخنها تاني يوم، ده ملوخيه ناشفه انت مخزناها او شارياها او جايه لك هديه من الريف المصري او الصعيد المصري، واكتر حد مشهور بيها الريف المصري، بوجه له تحيه كبيره، اخواننا في الصعيد وحبايبنا اللي بيتابعونا وبيتابعوا القناه الاولى. اه، تعمل على قد الايه الاولاد دول كام ده كمان شويه. اهو سيبها بقى تغلى على النار. اوعي تسقطي الملوخيه في شوربه بارده، ده عكس الناشفه. الناشفه دي هنفكها بميه ايه ساقعه دلوقتي، انما لو الملوخيه اللي هي طازه لازم تنزل على الشوربه وهي بتغلي. انا عارف يا ام والله انت اشطر مني في عمايل الملوخيه الناشفه، ده احنا اتعلمنا منك يا ست الكل. نحط دي كده على النار ونشيل الحله دي كده. يلا دي انا مش عايزها. تعال نشوف نقفلها ازاي بسرعه. وانا بقفلها نعمل الطشه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. ادي الملوخيه ناشفه، عندي شويه شوربه، بحط الملوخيه الناشفه دي كده هنا بعد طبعا ما تتكرم. يعني ايه تتكرم يا شيف؟ يعني تتنعم حلو وتتنخل حلو، الحاجات اللي فيها تتشال. خلي بالك. الله، نقلب دول كده مع بعض. طبعا مفرك الملوخيه كلنا عارفينه. اه، اوعى تحطها في ميه سخنه تكلكع مني، خلي بالك زي ما انا شغال كده. حضريها، كرميها. اه، تاخدها تنزل هنا كده. الله الله الله. اهي نعمل لها الطشه بتاعتها. الملوخيه الناشفه لازم تشتغل معاها كده، لو انت حطيتيها في الشوربه وهي بتغلي تكلكع منك. اه، شيل ده كده. والنظافه يا عم الشيف. تعالوا نعمل الطشه بتاعت الملوخيه الناشفه اللي هي تختلف غير الطشه بتاعت الملوخيه الطازه. بجد يا شيف؟ اه، معايا انا، انا بحبها كده. اه، دي جاهزه. التقليبه دي كده
شفت القوام. بص تقطع مين يا غالي؟ انت بتهزر؟ هي التركافة انك تدوبها فين؟ في شويه شوربه بردين. اه سيبها على النار الطاسه دي الحلوه، معلقتين سمنه حلوين للطشه بتاعت الملوخيه. حلو، ننزل بالثوم بتاعنا. اللهم صل على النبي. ننزل بالكزبره، الكزبره الناشفه على طول. والله على الريحه شاطر. تعال شم الريحه الحلوه دي كده جنب الملوخيه. يلا ايه الاخبار؟ هو ده. اهو حلو. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. شويه البهارات الحلوين، شويه الملح الحلوين، الله، شويه الفلفل الحلوين، التقليبه الحلوه دي كده. بص بقى الطشه، اللهم صل على النبي. يلا نعمل بقى. شو اعملي لجوزك في البيت. ليه تطلعيه بره؟ نفس القصه. نفس القصه. خلصت الملوخيه يا عم الشيف. خرجنا الجميل. كمان مره. على النار، سيبيه على النار كده. تعالوا نغرفه مع بعض. خلصت الملوخيه يا عم الشيف. ده مكانها ملوخيه ناشفه. احلى من الطازه، والعلم قال لك الملوخيه الناشفه احلى من الطازه. الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. دخلت المطبخ بحب، لبس العيد، داخلين بنعيد، فرحانين بضيوفنا، فرحانين بصله الرحم، حبايبنا جايين يعيدوا علينا. الشيف المغازي علمنا حاجه حلوه، باقل تكلفه تقدر تخش المطبخ هتعملي الملوخيه الناشفه، عملناها ازاي بطريقه سهله وبسيطه، وكل القصه. شوربه لسان العصفور، شوربه اللسان خدمنا عليها كويس، وعندنا شويه رز بالكلاوي، وعندنا كمان الفريك حبيبنا. دايما احنا محددين اقامته مع حمام وفراخ، ولكن النهارده مع اللسان طبعا شكله مختلف، وشايفين حضراتكم واخد لوحه فنيه. فالاكل بسيط وسهل. العاده للسفره دي سلطه خضراء، شويه فروت سلطه، حته بطيخه حلوه، شويه حب، قعده حلوه. مش لازم ان انا اجيب فخده اللحمه الضاني، او اجيب فخده الخروف، او اجيب الحاجه دي كلها واعملها، يعني الموضوع ما بيبقاش مكلف. او ان انا اروح اجيب ديك رومي، لا خالص، الموضوع بسيط وسهل. مع اللسان عملنا حفله، ومع شويه الكلاوي عملنا لوحه فنيه، مع الملوخيه الناشفه الحبيب بتاعتنا الجميله الحلوه، شويه الرز الابيض لو انتوا عايزين تاكلوا الفريك معاها مفيش مشكله، انا بحبها مع رز ابيض ساده. كل عام وحضراتكم بخير. طبعا احنا لنا دايما في ايام عيد الاضحى المبارك، يا رب يعودوا علينا يا رب الايام الحلوه، لنا مختلف على شاشه القناه الاولى. دايما بنقدم الاكل بتاعنا وبسيط وسهل، في متناول كل الجميع، الاسره البسيطه، الاسره اللي عايزه تعمل سفره حلوه باقل تكلفه. انا دوري يعني دايما الشيف المغازي يقول لك ايه؟ لا تفكري ولا تحتاري، الشيف المغازي هيخليكي تختاري. الكلام ده بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كل يوم من مزبيرو. شكرا.